مسيرة متذبذبة ومستويات متفاوتة، منافسة على القمة وصراع لاعتلائها، وحلم كبير وسط ظروف وأحداث مر بها الأهلي هذا الموسم. مسيرة الكتيبة الخضراء منذ بداية الموسم صاحبها ما صاحبها من تقلبات وتفاوت في النتائج والمستويات. المشجع الأهلاوي وخلال الأيام الماضية كان رهن ما يقدمه فريقه، فتارة تجده مع كل انتصار يرفع سقف الآمال والطموحات بالمنافسة والصراع على خطف اللقب، وتارة يطالب لوقف العثرات وتواضع النتائج والمستويات. البداية كانت مبشرة ورفعت سقف الطموحات للمناصرين، انتصاران وست نقاط قص بهما الشريف، لكن الفرحة قتلت بعد ذلك بخسارة موجعة في الديربي في ثالث الجولات. بعد ذلك فلادان ورجاله استعادوا قواهم ونهضوا ليحصدوا سبع نقاط في ثلاثة لقاءات، فوزين على العين والفيصل وتعادل مرضي أمام أحد الفرق المنافسة الشباب، لتدب الحياة في جسد الطموحات مجددا. التعثر يحضر من جديد في المشوار، خسارة لم تكن بالحسبان وضياع لنقاط كانت في المتناول. ضمك يقلب الطاولة وينتصر برباعية في شباك العويس. خسارة أعادت الحسابات في أذهان المشجعين، وأحداث ملعب المحالة قللت من حلمهم في مضي الفريق قدما نحو المقدمة. الفريق ينتفض واللاعبون يستشعرون المسؤولية ويتعاهدون لتضميد الجراح ليحضر الانتصار ويتلوه آخر على النصر خارج الديار ثم الفتح وبأقدام عمر. أصبح الأهلي ينشد الصدارة ولا يعيقه عنها سوى نقاط التعاون. والخبر المحزن، خطوة جديدة للخلف تنحر الحلم من جديد. خسارة بثلاثة أهداف ومستوى مخيف أمام التعاون أخفت وهج الفرح السابق وثبطت عزيمة العاشق. حاول الأهلاويون لملمة الأوراق والعودة مرة أخرى، لكن القادسية نال نصيبه أيضا من الأهلي في الجولة التالية بثلاثية حطمت شيئا من الأحلام وأفقدت الفريق فرصة الصدارة. زاد الوضع لإداري سوءا برحيل المشرف وعقاب العويس والمواجهة القادمة أمام المتصدر الهلال، وقبل ذلك كله الفريق يخرج من دور الستة عشر لكأس الملك على يد الصاعد العين. كادت تلك الأحداث والظهور المخيب نوعا ما أن تقسم ظهر الفريق وترمي به للمجهول، لكن الخروج بنقطة والمستوى المرضي أمام الهلال وقف قليلا في وجه تلك العواصف، ليعود أبناء فلادان ويشعلون وميض أمل آخر في جولتين متتاليتين والتفكير مجدداً في الصدارة. بداية القسم الثاني مواجهة الباطن وأهمية مشاركة الصدارة، لكن الأهلي يرفضها مرة أخرى ويخسر نقطتين بشكل مفاجئ أمام الباطن، لتشهد الجولة الأخيرة ظهوراً ملفتاً وانتصاراً عريضاً على الوحدة، رباعية أنعشت الآمال ورسمت الحلم من جديد في سماء محبي الراقي في مواصلة المشوار نحو لقب الدوري المنتظر. فصول عديدة عاشها المشجع الأهلاوي وطموحات اختلفت في كل مرحلة، فكيف سيكون المنعطف الأخير في مسيرة الفريق على المنافسة على اللقب؟ وهل سيكون للمدرج الأخضر موعدا جديدا مع الفرح، أم أنه لم يحن الوقت ليكون الأهلي منافسا على اللقب في قادم الأيام؟